لما كنت صغيرة كنت أرسم على حيطان غرفتي، لحد ما شخص قال لي إنه الرسم مسموح فقط على الورقة البيضة. هذا الحدث بيتكرر مع كتير من الأطفال، وكأنه في رغبة فطرية فينا كبني آدمين لنكتب أو نرسم على الجدران. قبل 44 ألف سنة، أحد أجدادنا الأولين رسم على جدار بيته بالكهف واستوحى مشاهد من حياته اليومية، ومنشوف هالرسومات بالعديد من الكهوف حول العالم. اليوم، الرسم على الجدران أصبح له تعريف كحركة فنية، وصار يسمى بالجرافيتي أو فن الشارع. بدايات فن الجرافيتي كانت بالولايات المتحدة كحركة شائعة بين العصابات في نيويورك ولوس أنجلوس بالستينات. انتشرت أيامها الرسومات في ممرات مترو المدينة، وكان لكل مجموعة من الفنانين اسم وتوقيع خاص فيهم. أحياناً مش بس موضوع الرسمات هو اللي بينقل فكرة وبيثير الجدل، بس كمان المكان اللي انرسمت فيه، بالذات لأنه بيوصل لعدد كبير من الناس كونها بأماكن عامة. مثلاً اللوحات اللي بتغطي الجدار الفاصل بفلسطين، منها ما يحاكي الوضع السياسي ومنها اللي بيساعد على نشر الأمل. وكمان اللوحات اللي غطت جدار برلين قبل سقوطه بما فيها من عبارات مكتوبة ورسمات تشكيلية. وكونه في جانب سياسي لهذا النوع من الفن، كتير من فناني الجرافيتي بفضلوا يبقوا مجهولي الهوية وبيستخدموا اسم مستعار لتوقيع أعمالهم، مثل الفنان جون ميشيل باسكيا اللي كان يستخدم لقب سيمو ويترك جمل وأرقام على حيطان مدينة نيويورك بتخاطب الناس بطرق مباشرة. الفنان البريطاني بانكسي اللي يعتبر من أشهر فناني الجرافيتي في العالم، لحد الآن ما حدا بيعرف مين هو أو هي أو هم. أعماله الفنية موجودة حول العالم من أمريكا لفلسطين. طور فن الجرافيتي ليصبح حركة فنية معروفة بكل مكان، وفي ظل الاضطرابات السياسية انتشرت ثقافة الجرافيتي بالعالم العربي واستعملتها الشعوب كسلاح للمطالبة بحقوقها وتوحيد فكرها. والفنانين العرب أعطوا هوية عربية للجرافيتي المعاصر باستخدامهم لرموز وعناصر من ثقافتهم. لذلك منشوف أعمال فنية تحتفي بالخط العربي العريق وبتدمجه بالرسومات بطريقة معاصرة. وما منقدر نتكلم عن فن الجرافيتي والخط العربي بدون ما نزور حركة فنية مهمة ساهمت بالفن اللي منشوفه بشوارعنا، واللي هي الحروفية. ظهرت حركة الحروفية بالخمسينات من قبل فنانين كانوا عم يبحثوا عن لغة بصرية بتعبر عن هويتهم الوطنية وتراثها. استلهموا جمالية الخط العربي وحولوها لأعمال فنية بشكل معاصر وحديث من خلال تجريد الحرف من معانيه. الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد أنشأ مجموعة فنية سماها البعد الواحد، اللي ركزت على أهمية النص العربي وقيمته اللغوية والرمزية في الفن الحديث. والباحثة والفنانة وجدان العلي تلعب دور كبير بالمدرسة المعاصرة للخط العربي، فمن خلال أبحاثها كتبت الفنانة عن حركة اسمها الكاليغرافيتي، واللي هو فن بيجمع ما بين الخط والطباعة والكتابة العربية على الجدران. واليوم من أبرز الفنانين في ساحة الكاليغرافيتي هو السيد، اللي بيستخدم تكوينات معقدة ومواضيع جريئة بأعماله. عم يشهد العالم العربي ثورة بالساحة الفنية المعاصرة. فن الجرافيتي عنده أسس بتميزه عن التخريب المتعمد للممتلكات العامة. فناني الجرافيتي بيأملوا إنهم يحطوا بصمتهم على مدينتهم ليناشطوا بأفكارهم من خلال فنهم.